بقى بتهربي مننا انت؟ ارفعي بقى دراعك كده. هي بصي شكه صغيره، اديني الحقنه بسرعه. أرجوك محتاج الجرعة. اديني الحقنه بسرعه. أرجوك محتاج الجرعة. بس البنات بيقولوا تطعيم. لا انا ما خايفه اخد التطعيم ده. كرم عارفه بيدوا في التطعيم ايه؟ ابره كبيره قد كده. لا انا مش عارفه اخد الابره. لا انا مش عارفه اخد بابا. انا خايفه عشان انا في ايه؟ انا بيقول في ناس تحت بتدي ابره تطعيم. ابره في ابره كبيره. انا خايفه انا خايفه. خد يا كرمه تعالي يا كرمه. ايه انا في ايه انا؟ اصل انا بقى بتوزع معاه. قلت لها بيدوا في التطعيم ابره كبيره. طب ما انت عارف يا ادم يا حبيبي ان اختك بتخاف من اقل حاجه، دي جبانه يا ادم. ما انت عارف يا حبيبي بتعمل ليه كده. طيب ماشي هروح اصلحها. طب طب روح يا ادم صالحها، دكتك حبيبتك يا ادم. تطعيم، تطعيم شعر الأطفال، التطعيم دول، أروح أشوفهم عايزين إيه. عندك حد يا فندم 5 سنين تطعيم شعر الأطفال؟ طب اتفضل. هو عندي كرمة عندها 5 سنين. لا يا أختي كرمة عندها 6 سنين. 6 سنين إيه يا أدم؟ كرمة عندها 5 سنين يا حبيبي. افتكرت. كرمة. قومي يا كرمة. لا يا بابا مستخباش من التطعيم. تطعيم ايه يا كرمة؟ مفيش تطعيم. قومي يا حبيبتي ما تخافيش. ماشي. تعالي. في حد يكلفت نفسه كده مستخبية من ايه؟ تطعيم ايه؟ مفيش حاجة ما تخافيش. هي دي بقى العسل اللي هتاخد التطعيم الجميلة الأمورة دي؟ تعالي يا حبيبتي. تعالي. أنتِ خايفة من ايه يا حبيبتي؟ عشان أنا بخاف من الإبر. لا ده التطعيم مفيهوش أي حاجة. ده التطعيم ده وقاية ضد شلل الأطفال، يعني ما بيوجعش ومفيش أي حاجة فيه. هناخد شكة صغنونة خالص ولا فيها أي حاجة ومش هتحسي بأي حاجة وبتكبر كمان. بصي إبرة صغيرة خالص، إحنا عندنا إبرة قد كده. أنا طبعًا قالوا لي يا كارما عندها 5 سنين، فقلت أجيب لك الإبرة الصغنونة خالص دي، أصغر إبرة عندنا في الصحة. ماشي يا حبيبتي؟ لا لا خدي يا كارما تعالي ما تخافيش. انا هستخبيها عشان ما حدش يعرف طريقي. تعالي يا كارما ما تخافيش. والله دي بصي ابره قد ايه؟ ابره صغيره خالص والله ما تخافيش. يا دكتور انا عارفه مكانها تستخبى فين. تعالى اقول ومستني ايه كل ده؟ عايزين نخلص. وريني مكانها فين. واحد فين؟ يا ممكن تكون في قلب المطبخ. مش ممكن تكون هنا يعني؟ ممكن. لا مش موجودة. استنى بقى هندور احنا. ماشي. مش هنا. راحت فين بنت اللذينة دي؟ ممكن تكون في المطبخ. ممكن تكون مستخبية في التلاجة؟ ممكن. لا مش هنا برضه. ممكن تتطرق. ولا هنا؟ لا ولا هنا. من راحت فين؟ عايزين نخلصه ونديها الحقنة دي. فين هي راحت؟ ممكن تكون في المطبخ. نروح نشوفها في دولاب المطبخ يعني؟ اه ماشي. فين هو الدولاب؟ الدولاب اهي. تعالي انت بقى بتهربي مننا. تعالي مسكتك حقنه صغيره ما فيهاش حاجه، مش مستاهله الجري ده كله. تعالي انت بقى بتهربي مننا. انت ارفعي بقى دراعك كده. هي بصي شكه صغيره، اديني الحقنة بسرعة. أرجوك محتاج الجرعة. اديني الحقنة بسرعة. أرجوك محتاج الجرعة. بس كده بصي. تطعيم لا تطعيم لا أنا بخاف من الإبرة. تطعيم لا تطعيم لا تطعيم لا أنا بخاف من الإبرة. لا تطعيم لا تطعيم لا تطعيم لا تطعيم لا تطعيم لا. إيه ده في إيه يا كارما؟ لا تطعيم لا كارما. إيه في إيه يا حبيبتي؟ تطعيم ايه؟ مين اللي جاب سيرة التطعيم؟ مفيش تطعيم ولا حاجة. ده كان في الحلم يا بابا.
تطعيم ايه يا كارما؟ انت عندك 6 سنين يا حبيبتي، التطعيم ده بيبقى للطفل من يوم لحد 5 سنين، بجد مفيش تطعيم ولا حاجه. بجد يا بويا يعني مفيش تطعيم؟ والله ما في تطعيم ولا حاجه، مين اللي قال لك تطعيم؟ ده حلم يا كارما، انما مفيش تطعيم. انت اهو احنا قاعدين اهو، فين التطعيم؟ وبعدين انت لازم تبقي قويه وشجاعه كده يا كارما، ما تبقيش خوافه كده من كل حاجه، حتى لو في تطعيم، يعني حتى لو انت عندك 5 سنين وبتاخدي تطعيم شكه صغيره هنا وخلاص، على كده مفيش حاجه. صح؟ صح. بس بقى احنا نتفق ان احنا نكون شجعان بقى خلاص. ماشي ماشي، اتفقنا.